ليه النهارده مباراه الزمالك، او ليه النهارده الزمالك المباراه كانت تبدو وكانها سهله عليه؟ ليه الزمالك النهارده لعب كوره حلوه تحديدا في الشوط الاول؟ في اسباب تتعلق بالزمالك ولكن في اسباب تانية تتعلق بالمنافس. منافس الزمالك النهارده سموحه عمل الجيم اللي الزمالك بيحبه. ايوه الزمالك فريق بيكون جيد طول ما عنده مساحات في خط ظهر الفرق اللي بيلعبها. الزمالك مشكلته دايما ضد الفرق اللي بتتكتل ضده والحاجات اللي وما بيبقاش فيه مساحات ومخنوق. يمكن اللحظه اللي مثلا حتى الماتشات اللي الزمالك خسرها زي فاركو، حتى ماتش الاهلي ما كانش بيجد الزمالك مساحات. ماتش الاهلي مثلا كانت لغايه ما الاهلي سجل الهدف الاول مش سايب مساحات. الماتش ما كانش يعني الاهلي نازل يهاجم بشراسه ونازل يلعب جيم، لا الماتش كان بين الفرقتين متحفظين والاهلي عنده فكره واضحه بيحاول يطبقها بدون ما يهاجم ويضغط بكل خطوطه. فدي انما سموحه لعبت جيم في رايي انا اكبر من الامكانيات اللي موجوده في سموحه. سموحه من اقل الفرق تسجيلا للاهداف في الدوري، فمعنى كده هو ما عندوش كواليتي عالي. فهو عمل مغامره ما عندوش الحد الادنى من ان انا استفاد من المغامره دي. زي اللي راح سوبر ماركت دفع فلوس وما خدش المشتريات اللي دفعها. فسموحه تعالى نشوف كده من بدايه المباراه التحول يعني اندفاع سموحه. سموحه كان مندفع جدا، تعالى نشوف محاولات سموحه متوزعه على دايره المباراه. انا اتصور ان سموحه والكابتن احمد سامي اتخدعوا في مستوى الزمالك في المباريات الماضيه، بس اعتقد هو مدرسه احمد سامي مدرسه هجوميه شويه اصلا، هو بيلعب الكوره دي وبيحب يلعب بالطريقه دي، ممكن تحقق له نتائج. لا قبل ما نيجي للقطات تعال نشوف الاول في صوره بتبين محاولات سموحه ومحاولات الزمالك. هاتوا الصوره الاول يا جماعه وبعد كده نجيب اللقطات. هتبين لك محاولات سموحه متوزعه على اللقاء. في اول ربع ساعه سموحه هو اللي حاول والزمالك زيرو محاولات، يعني في اول ربع ساعه سموحه حاول على مرمى الزمالك والزمالك لم يعمل اي محاوله ايجابيه على مرمى سموحه. يعني معنى كده ان سموحه كان نازل يهاجم. خلاص ممكن الصوره احنا قلناها. لا هتيجي معانا. تمام، دي التوزيع. التوزيع هنا له علاقه بنهايه المباراه، ممكن تغييرات الزمالك في وسط الملعب اثرت، ولكن في بدايه المباراه كانت في محاولات من سموحه من الدقيقه او بدايه الماتش الدقيقه 15. محاولات الزمالك نفسها هتلاقي اول 15 دقيقه الزمالك لم يحاول على مرمى سموحه، وده يعني ايه؟ ده يبين لك الشكل اللي دخل بيه سموحه المباراه. كانت ممكن المغامره تثمر، ولكن زي ما قلنا هنرجع لها تاني بقى في نهايه المباراه واحنا بنتكلم في نهايه تحليلنا. سموحه حتى لما هاجم في نهايه المباراه ما كانش ايجابي. ما قدرش يسجل غير الهدف الواحد، لان الكواليتي اللي موجوده عند هو ما عندوش الكواليتي اللي تحول الهجمات دي لاهداف، بدليل ان هو في الدوري مش من اقل الفرق تسجيل اهداف محرز الحدود. نيجي للقطات ونشوف من بدايه المباراه. هاتوا اللقطات بقى على طول. الجيم اللي كان بيلعبه سموحه في الدقايق ايه؟ انا بكلمك في اول الدقايق. تعال نشوف لقطه الاول في الدقيقه 19 ممكن هتبين لنا تكون مرجعيه شويه. اللقطه دي فيها حاجات كتير قوي في المباراه، اللي هي مثلا بص سيف هنا مأخر. الفرق بين سيف الجزيره لما بيلعب الكره بسرعه وما يأخر، هنا الكره اتقطعت من سيف. دي من ضمن الحاجات اللي احنا دايما بنتكلم عليها. وبص سموحه عد لي بقى سموحه بتلعب بكام والنتيجه 0-0. بس انت خد بالك، لا 5-2، 1-2-3-4-5-6 وفي تكمله كمان بعد كده هيبقى في سابع جاي من هناك. والحته الثانيه بقى اللي هي ايه؟ بص سيد عبد الله وهو مزنوق هنا بيستخدم مهارته ان هو ياخد ضربه ركنيه. دي ممكن هنجيها لما نيجي نتكلم عن سيف الجزيري لانه في نفس الفئه بتاعت سيد الموهوبين. دي دقيقه 3، دقيقه 3 سموحه. بص دايما لا لما الكاميرا تفتح هتلاقي اكتر، يعني انت بتتكلم في 1-2-3-4-5. بص الزمالك هنا اما بيعمل التحول، هي دي ولا حاجه، ما طلعتش هجمه. بس شوف زيزو كان عنده الكره لو اتلعبت سليمه زيزو كان هيبقى رايح في مساحه كبيره جدا اللي هي هتثمر بعد كده. بص برده في الدقيقه 8، 1-2-3-4-5-6-7 والنتيجه انت بتتكلم هنا في 2-4-6 والسبع بتاعهم هناك اهو ورا 8-9. انت بتتكلم في عدد كبير جدا من اللعيبه بيندفعوا فوق الكوره، اما بتضربهم باي طريقه الزمالك بيجد اللي هو بيبحث عليه تاني. الزمالك غير بقى، ده الجزء اللي كان سموحه عمله للزمالك. الزمالك عمل الهوم وورك في حاجه مهمه جدا كان الزمالك بيفتقدها. الزمالك يا كريم في المباريات الثانيه كنت انا بشبهه عامل زي مع احترامنا يعني لكل الناس اللي فخدت شعرها بالرجل الاصلع. شعر كده على الجناب كتير والمنطقه اللي في النص دي فاضيه. دايما في جاب كبير كده الزمالك مش قادر يملاه. الزمالك النهارده غير ده. تعال نشوف تمركزات الزمالك متوسطه قدام فاركو كان عامل ازاي. يلا قدام فاركو صوره التمركزات نفسها قدام فاركو اللي بتبين الصوره يا جماعه اللي هي الفريق كان عامل ازاي في شكله قدام فاركو وصوره التمركزات قدام سموحه اللي هو اخر ماتش محلي واخر واول والمباراه دي اللي هو فرق الزمالك خسر هنا 3 وفاز هنا 3. هتلاقي متوزعين الفرقه هنا
بص شلبي رايح فين؟ شلبي راكب على عبد الشافي، يعني شلبي راكب على فين؟ فوق تحت 11 فاتح الملعب جدا 11، وزيزو فاتح الملعب برضو جدا جنب نيمار، والمنطقه اللي هي تحت سيف الجزيري فاضيه فاضيه فعليا. تعال بقى للتمركزات الزمالك قدام سموحه، بص لمكان زيزو وشيكابالا اللي هيبان في الصوره. شيكابالا واخد في مساحه تانية، عبد الشافي هو اللي لعب على الخط، زيزو واخد لجوه في مساحه هنا، و40 اللي هو سيف الجزيري موجود في المنطقه دي. حبان بقى من اللقطات اللي هنشوفها، هاتوا اللقطات على طول، هنشوف بقى اللقطات ده انعكس ازاي على لعيبه الزمالك نفسها بتلعب في المساحه دي، وكان ايجاب ازاي. انا هجيب لك لقطه الاول لم تسفر عن شيء برضو، ولكن هي النيه في الدقيقه 8. هنوقف بس كمل الصوره. شوف شيكابالا سايب بقى الخط وداخل، وزيزو هنا رغم ان هو بيبدا الهجمه من هنا، زيزو هيسيب الخط وهيخش لجوه الملعب. هنا سيف بيستلم، ادي المسانده اللي هنا، وقف بس هنا معلش، وقف لعب. وقف بس، وقف لحظه، وقف بقى دلوقتي. فين شيكابالا وفين زيزو؟ الاثنين في المنطقه اللي هي زون 14، اللي هي ممكن لما الكره توصل لهم يقدروا يعملوا خطوره. انما مش واحد واقف جنب الخط ده، واحد جنب الخط ده، وهتعمل عرضيه لسيف الجزيري بدون اي مسانده. دي طبعا هتنتهي بتمريره غلط من زيزو، ولكن التمركز السليم هو اللي بعد كده هينتج عنه الهدف واللي هنشوفه. كمل بقى اللقطه دي، انا بجيب لك النيه دايما. الدقيقه الاولى هي دقيقه تعليمات المدرب. صح. هنا الناس دي سايبه الخط وبتكمل. كمل عشان يعني كمل بقى خلاص. هي انتهت بتمريره غلط من زيزو، بس كان شيكابالا هنا بدا يتحرك يخش جنب سيف. هات اللقطه اللي بعديها برضو نفس نسبه نفس الفكره. شيكابالا بيسيب الخط بيجي جنب سيف عشان يبقى شبه مهاجم تاني. الكره هنا ما بتطلع، بيبان بقى الكواليتي بتاع سيف جعفر هنا. بص الكواليتي في الثرو والباص هنا تاني. اما وقف بقى مزيزو هنا، بص كام لاعب جوه المنطقه يا كريم، 2-4. الباص مش مظبوط، الاوفر مش مظبوط، ولكن دي النيه اللي هتيجي بقى بعد كده. هات لي بقى الهدف الثاني اللي هيترجم اللي احنا بنقوله ده. انت لما بيبقى عندك النيه دي، حتى لو الكره اتلعبت غلط مره واثنين، بعد كده بتيجي منك القرار الصح. برضو هنا شوف سيف جعفر بيتحرك فين عشان ياخد تمرير سيف الجزيري اللي ما وصلتش. ده اللي هو محاولاتك اللي ما اسفرتش. هنا بقى اللي ما بتسفر عن التحرك الايجابي هنا بيسفر على طول. هنا رغم ان الكوره بدا زيزو بيبدا، شيكابالا هنا في القلب، الاثنين في القلب. بص مكان شيكابالا وزيزو، الهجمه هنا ما بتطول واللعيبه بتدخل جوه المنطقه بتنتهي بجون. بتنتهي بجون ليه؟ علشان خاطر اللعيبه مش سايبه سيف الجزيري لوحده زي ما كان بيحصل قبل كده. يعني الكره هنا هتلف اكتر، بس لو تاخد بالك شيكابالا بيتحرك من العمق للطرف وبيرجع تاني يخش هنا سيف الجزيري، سيف جعفر يا سوري، بيخش كمل. زيزو بيسيب خلاص بقى، مش مربوط هناك ناحيه الخط، بيكمل بالجول. فالشغل التمركزات اللي كانت واضحه في الدقيقه 8 و13 ان احنا سايبين الخطوط كلاعيبه اطراف وداخلين جوه الملعب، ده بعد كده في بره بيبقى غلط وما بيسفرش عن شيء، بس ما بيتعامل بشكل سليم بيسفر عن اهداف. هايل، دي جزئيه عظيمه جدا. اتكلم فيها لا عظمه جدا.